السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانيين، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. المهم البنات، اليوم جيت نشارك معكم ان شاء الله واحد جوج حلوات اللي ولاو عندي معتمدين في الدار، يعني ولاو كيبغيوهم الوليدات وكيبغيوهم حتى كيبغيوهم حتى الزوج ديالي، الاهل ديالي اللي داقهم عجبوهم. ما عرفتش علاش، واش ما عندهمش السنان ولا الله اعلم، ولا كيجيو هشاش. المهم انا ما غاديش نعرض معكم لا مقادير لا والو، غادي يعني غنبدا نيشان. المهم بالنسبه غنبداو بالحلوه ان شاء الله الاولى اللي هي ديال الفرماج، غنبدا بها هي الاولى ان شاء الله باذن الله. بسم الله على بركه الله. عندي هنايا طاسه ديال الزبده ها هي. المهم نتوما اختاروا البنات الطاسه ديال البواطه، غادي ناخذ النص ديالها، يعني هذه كبيره ما عرفتش شحال فيها من غرام، ما عرفتش شحال فيها من غرام. المهم طاسه كبيره غناخذ النص، نتوما غتاخذوا 220 غرام، نص رابع، يعني غتاخذوا نص رابع. دايبه شتو راني حيدتها من الثلاجه، دايبه يعني غادي تساعد معايا في الخدمه ان شاء الله. بسم الله، نتوما كيف ما كتشوفوا غادي تقريبا نص ديال الطاسه، كتجي غزاله البنات الحلوه، كتجي فنه، يعني درتها في العيد وعجبت الوليدات وكما معاوديها لنا، فيها زعما شي مقادير كثيره ولا الحمد لله، يعني كلشي متوفر في الدار. المهم دابا نديرو هاد الزبيده هنا ان شاء الله، نحطو كلشي. غادي ندير اربعه ديال الفرماجات، نتوما البنات تقدروا تضاعفوا المقادير، تقدروا يعني تنقصوا نتوما الجهد ديالكم نتوما والوليدات ديالكم، يعني على حساب فرد العائله. بسم الله، يعني غادي نلصقو مزيان يديها، كتشوفوا يعني هذه ما كتحتاج لا بيض لا والو، غير الزبده الفرماج فيهاش البيض. غادي ندير كاس ديال الزيت، كاس ديال العنبة ديال الزيت، غادي ندير تقريبا واحد نص كاس ديال سنيدة سكر حبيبات، واحد نص كاس، حيت البنات هاد الحلوة باقي غادي نفندوها يعني في السكر الثقيل، يعني فسكا كلاسي، يعني محتاجوش ندخل فيها بزاف ديال السكر. ما نساوش واحد القبيسة ديال الملح، ضروري هي اللي كتبين لنا النكهات ديال الحلوة ديالنا. شوية ديال القبيسة ديال الملح، صافي. وغادي نخلطو المكونات كاملة مع بعضياتها. كنتمنى منكم تشجيع البنات، والله يعني شجعونا الله يجازيكم بخير باش نزيدو القدام حتى حنا ان شاء الله باذن الله، علاش لا، شجعونا حتى حنا نوليو حتى حنا نوصلوا للمليون، علاش مالكم استخسرتوا فينا مليون، استخسرش فينا مليون. اي والله الله يسهل كل واحد، الله يسهل عليه. ندير واحد الشاصية ديال الفاني، حنا المغاربة كنخدمو بفمنا، نخدمو بيدينا، نخدمو كلشي الحمد لله، يدي مشغولة قطعتها بفمي، بعدين غندير ليكم باش مكاين حتى شي واحد لي يعاوني غير أنا بوحدتي. صافي دابا غنبدا نزيد في الدقيق البنات، نبقى نزيد الدقيق شوية بشوية، نجمع العجينة ديالي إن شاء الله بإذن الله. نكتب عليكم البنات ما عندي حتى شي مرشم، يعني غندير غير بيديا بالنسبه للمرشم. والطحين البنات ما قلت لكم شحال، يعني يعني كل وحده والطحين، يعني كل وحده والطحين ديالها، كاين طحين اللي كيصدق كاين طحين اللي لا. المهم يعني نتوما غتجمع لكم العجينه، تشوفوا عينكم ميزانكم ونجمع لكم العجينه، صافي حبسوا انا غنوريكم القوام كيف غتكون. كي
كتجي البنات كتجي فنه، واللي عندها كاللوز ولا كاوكا ولا كركاع ولا اي حاجه تزيدها معاه. ما عنديش وزيدون ما غنديرش، يعني كنت عوالك وشريتو يعني حيت بغيت انا غير هكذا، بغاوها وليداتي غير هكذا تعجبهم هكذا. نجمع ان شاء الله لجينا ونرجع معكم. وما نساوش الخماره البنات، خماره وحده، خماره وحده ها هي. وبالنسبه للبنات المقادير غتلقاوهم ان شاء الله في صندوق الوصف ان شاء الله باذن الله. هانتوما صافي، غنجمع دابا العجينه ديالي ونرجع معكم. هانتوما البنات، هنا بديت كنجمع العجينه ديالي. كما قلت لكم البنات يعني طحينه على حساب الخليط، ماشي تجنوها البنات، يعني غير كتجمعوها هكا راكم عارفين كتجنوها، ماشي تدلكوها بحال الخبز غير كت. هانتوما شتو بحال هكدا، هانتوما جينا كتجي صافي. ودابا ان شاء الله غادي نبدا نشكلها، يعني ديروا الشكيلات اللي بغيتو. انا نجيب ان شاء الله الطاوه ديال الفران، المهم البنات بالنسبه للتشكيل انا غادي ندير التشكيل عادي، قلت لكم ما عنديش داك سميتو داك الطوابع كانوا عندي، لحتهم صراحة الله لحتهم كاملين. غادي نديرهم غير هكذا شفتوهم، غنديرهم غير صبيعات بحال هكا كما كيبان لك بحال هكدا، نحطهم في الطاوة. هانتوما شتو حنايا، شوف حنا درنا داكشي طبيعي وساهل باش كلشي يلقى يصوب. قولوها ما لقيتيش الطابع قولي ساهل طبيعي. هانتوما نكركبو بحال هكدا ونوزعهم بصبيعاتنا هكا البنات هاك صافي. وغنحطو في الطاوة ديالي حتى نكمل ان شاء الله باذن الله. ولا اللي عندها الطابع دير الطابع، الطابع اللي عندكم ديروا به. انا كنت تشكيلي درت في العيد كنت درت له، ولكن فيه شويه ديال التمارة ما بغيتش نعاود نديرو، انا بغيت شي حاجه سهله دغيا دغيا هكا الكاسكروت الوليدات داكشي، يعني هذا غير كاسكروت الوليدات بحال هكا صافي. هاد التشكيل راه كيجي زويون، المهم كلشي على المذاق. المهم دابا البنات ان شاء الله نتلاقى معكم من الطيب ان شاء الله، نتلاقى معكم ان شاء الله باذن الله. ثم البنات انا كملت الطاوه الاولى شفتوها، المهم هانت راجت زوينه، المهم شوفوا هانتوما صبيعاتي. هذه الحلوه اللي هذه الحلوه اللي كتسمى تاكلوا عليها صبيعاتكم، هي هذه بعدا تاكلوا عليها صبيعاتكم، انا كليت عليها صبيعاتي. يلا دابا غندخلها الفرن البنات ان شاء الله، المهم نقصوا عليها الفرن خليها طيب على خاطري ان شاء الله باذن الله. يلا نتلاقاو باش بغيو نزينوها ان شاء الله. هانتوما البنات ها هي الحليوه ديالي، المهم دايره غير السينيه الاولى تبارك الله، كتحط كمية خليتها تحمرت بزاف، هي ما خصهاش تحمر بزاف، تجي غير بحال هكذا شهبه ما تجيش كحله، غير نشهبوها شويه. المهم دابا غنديروها في السكر بلاصي ان شاء الله، ها هو السكر بلاصي يعني غربلتو، سكر صغير او سكر ناعم صافي. غادي نبداو نفندو بحال هكذا. هانتوما يا ختي ها صبيعاتي كيوجدو جاو فنانين جاو، هانتو بحال هكدا صافي. غنحطوهم السينية ان شاء الله حتى نكملو الكمية كاملة اللي عندنا ان شاء الله، ونرجع معكم. دابا بغيت نصور الأخرى، الحلوة الأخرى، ولكن الفران عندي مشغول، يعني ما عنديش الطاوة نكمل هادي ان شاء الله، غنشارك معكم ان شاء الله بإذن الله التانية، الحلوة التانية. هانتوما البنات كتجي غزاله، كتجي هادي ديروها يعني تكون معتمده عندكم الدار، انا ما بقاش كتخطاني بصراحه الله هكا، لا جا شي حد على غفله، جا شي ضيف وليداتكم هكذا كنخرجوا هكا شي بلاصه ديوها معانا، يعني كتحتاج حليوه في الدار كتحتاج. والفقاس خلاص الفقاس عاوتاني حتى هو ما كيخطانيش. دابا يلا كملنا غادي نعاود هو وشويه ديال القريشلات ان شاء الله، انا كنبغي هادشي نديرو في الدار، مش هكا لا جا شي حد ولا كتلقاي بعدا ما تحطي معاه كويزدات هكا في العشيه، بعض المرات كيجي شي حد يعني ما كيعلمكش ولا تلقاي بعدا شي حاجه اللي اللي تعاوني بها. حليوه هكا زوينين صافي،
نمدوها كامل ما شاء الله ونرجع معكم. البنات بالنسبه للحلوه الثانيه هي هذه اللي هي ديال البيض مسلوق، كتجي البنات اكثر من رائعه، كتجي فنه. المهم سلقنا البيض، انا درت 4 ديال البيضات، وانتم كيف ما كنقول لكم ضاعفوا المقادير ولا مهم ديروا اللي بغيتوا. هي من هي كدير فيها غير 3 حيت انا عندي البيض صغير درت 4، لكن الا بغيتوا تضاعفوا المقادير غادي ديروا 6 البيضات. وهذا البياض اللي غيبقى ما غنلوحوش راه غناكلوه. عندي واحد الحنيشه في الدار اللي هي مريم راكم عارفينها، كتحماق على البيض مسلوق. هانتوما كي قلت لكم حيت البيض صغيور، ما سبحان الله الصفر الصفر صغيور والبيض فيه تبارك الله عامر. ندير واحد الطيسه ديال الملحه اللي كتشوفوا، غادي ندير داك النص ديال البواطه ديال الزبده اللي بقات حتى هي. المهم درنا الزبده ضد داك بعض البيضات، غندير واحد الشاصيه ديال الفاني، غندير تقريبا هنايا واحد السكر سقيل واحد 3 ديال المعالق كبار. وغادي ندير واحد كاس معمر ديال الزيت، يعني كاس لاروب ديال الزيت. صافي، والدقيق كما قلت لكم على حسب الخليط غنجمع ان شاء الله هاد العجينه كامله ان شاء الله. كتجي بنينه البنات هاد الحلوه ديال البيض، كما قلت لكم درتها في العيد وديتها معايا لدارنا، حماقوا عليها خوتي ولا جرات خوتي حماقوا عليها عجبتهم، قلت لهم باش مصوبه كاع ما تيقوش، حيت يعني البيض معروف عليه يعني زفر كيطلق داك الزفوريه. هذه ما طلقت لا زفوريه لا حتى شي حاجه، يعني ما كتطلق لا زفوريه لا والو، غزاله جات. صافي دابا غادي بالنسبه لبنات الزبده، انا ديت طاسه كبيره شحال فيها بنتي نقرا ما شتيش. المهم طاسه كبيره، المهم نتوما غادي درت في الاولى 220 غرام وهذه 220 غرام، يعني غتكون فيها داك ما عرفتش شحال فيها من غرام. المهم نتوما غتاخذوا الطاسه غتقسموها في النص بحال ما دارت لكم، الله يخليكم على البركه. صافي هذا الشيء جمعنا هذا الشيء ديالنا، دابا غادي نديروا الدقيق، نبدا نديرو الدقيق ان شاء الله. هادي باقا غادي تزين هاد الحلوة، هادي باقي غادي نزينوها ان شاء الله بالشكلاط. المهم نتوما معايا تتشوفو الاخير الحلوة ديال البيض مسلوق اليوم، راه يعني مفيدة، فيها البيض مسلوق فيها زبيدة فيها الخرى فيها عاوتاني فرميجات فيها. المهم كل بحال البنات يعني كتعجبو، كيحمق على انا كتحمقني حلوه ديال الطحين، ما كتعجبنيش ديك الحلوه ديال اللوز تكون مصوبه باللوز وداكم عارفين معمره بالتمر داكشي ما كتعجبنيش، كتعجبني هذه ديال الدقيقه خوتي كتعجبني. المهم كيف ما قلت لكم الطحين على حسب الخليط، يعني نتوما عينكم ميزانكم حتى تجمع لكم العجينه، راني وريتكم العجينه كي دايره المقادير ان شاء الله. دابا نخليها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله باذن الله، مقادير مضبوطه نخليها لكم في صندوق الوصف. حلوه الاخرى راني حيدتها من الفران وساليتها، هذاك الشيء علاش عاوتاني درت هذه، داك الشيء علاش نحيدو في خطره. المهم غادي نجمع العجينه ديالي ونرجع معكم. هانتوما البنات ها هي الحلوه جمعناها، راه ساهله. غادي ناخذ الطاوه ديالي وغادي نديرو كويورات، بحال هكا ندير كويوره عاديه، غير كويورات عاديين غنكوروهم ونحطوهم ان شاء الله باذن الله. هانتوما البنات ها هي من بعد ما كورتها، دابا غندخلها طيب ان شاء الله الفران ونرجع معكم تشوفوا الطريقه ديال التزيين ديالها ان شاء الله باذن الله. بالنسبه للشكلاط راني درت الشكلاط كيذوب، درته باماري كما كتشوفوا،
درت معاه زويته والشكلاط ودرتو كيذوب تما حتى يذوب ان شاء الله ونرجع معاه. هانتوما البنات راني ذوبت الشكلاط ودابا يعني هاد سيلفيا هادي كنفردتوها بيدينا شفتوها، هاد ليمون هذا سيلفيا، كاين ديال الشكلاط انا ما لقيتش ديال الشكلاط جبت غير ديال الفاني حتى هو زوين ماشي مشكل تزيين ان شاء الله باذن الله نفردتو ان شاء الله هكذا ان شاء الله نتلاقاو في الطريقه ديال التزيين. اقسم بالله ارجل واحد في النسوان. اجدع اجدع واحده في النسوان. البنات ها هي الحلوه ديالنا وجدات، شفتوها تحمر داكشي، الشكلاط ديالنا ها هو ذاب كما كتشوفوا بحال هكذا هو ذايب. الكونفريكس ديالنا او بيمو ديالنا ها هو صريع على قدها يا خويتي، صافي طبسي فين غنحطو ان شاء الله. نبداو على بركه الله، غادي نحطو هنايا كما كتشوفوا نغلفوها شوكولا ونهزوها نصفيوها شويه من الشكلاط نحطوها هنايا نغلفوها بيمو بحال هكا كيفما كتشوفوا صافي ونحطوها هنايا. ها انتم يا البنات ها هي الحليوه ديالي وجدات الشوكيجه جات غزاله كتحمق حق الله العظيم. عرفتي راه قبل ما نمونتي لكم هذا الفيديو عرفتي انا وبنتي راه الهبال الهبال درنا انا وياها في كوزينه. المهم ها انتم شوفوا ها هي شوفوا الحليوه كي كتجي غزاله كتجي فنه يا البنات. هذا الشكل الثاني اللي شاركت معكم ديال البيض مسلوق وهذا ديال الفخوماج. ها انتم يا البنات الشوكيجه حلوه تبارك الله كتحمر الوجه وكتعمر الكرش. حيدي عليا داك الحلوه ديال اللوز ما كدير والو ما كاينش ما حسن طحين 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 طحين. هذه الحلوه ديالنا البنات كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوهم ان شاء الله بصحتكم وراحتكم. صح من الطواقه